كيف تساعد طفلك على صد المضايقات التي يتعرض لها؟ يتعرض بعض الأطفال للمضايقات من أصدقائهم، في حين يغيب عن أذهان الكثيرين تعليم أبنائهم كيفية التعامل مع هذه المواقف التي لا يستهان بأثارها النفسية على شخصية الطفل. بعض الآباء يدركون أهمية الأمر، لكنهم يجدون صعوبة في اكتشافه. فما هي العلامات؟ ما عم بخبرنا، نحن رح نحس عليه ما بقى عم بحب يروح على المدرسة، ما بقى عم تتأخر علاماته، صار منزوي، ما بقى عم بحب يقعد مع الآخرين، ما بقى عم بحب يعبر عن نفسه، في عنده كبت بالمشاعر السلبية. كيف ممكن الأهل بيكون عدواني مثلا إذا الأم عم تحكي معه، بصير بيتصرف بطريقة إنه كل شيء لا وكل شيء بيرفضه. في مؤشرات بتدلنا نحن كأكاديميين إنه في شيء مش طبيعي عند مش الولد. كيف ممكن نفتح الموضوع مع الولد؟ كثير هون مهم نقول انه التواصل بين الام والاب او كمربي والطفل، دائما نحاول نحن نفتح هيك، نحاول يخليهم يوثقوا فينا، نحاول نخليهم يحكوا لنا كل شيء. يعني لما يرجع الولد على البيت نساله كيف كان نهارك اليوم، شو صار معك، شيء مميز، شو عملت. ضروري نسال الولد، اكيد ضروري. يعني نحن دائما بنقول حتى الام هي وعم يعني اخذي اولادها من المدرسه للبيت دردشه وياهم كثير، دردشه وياهم كثير، وتاخذ منهم تسحب منهم حكي. في اوقات، يعني انا مع دكتور رائد دائما بنحكي في اوقات الاولاد، يعني كل ام بتعرف اولادها او بي، في اوقات بيحكوا فيه اكثر، يمكن قبل ما يناموا، يمكن انت قاعده معهم، بقى هذا الوقت نستغله لنعرف. بتستخدمي كثير اساليب، ممكن تقري لهم قصه قبل ما يناموا، كثير حلوه هالنقطه اللي قلتيها، عبر القصه بتقدري تعرفي كثير اشياء مخبايه. في الواقع عليك متابعة هذه التفاصيل بدقة، لأن آثارها النفسية وخيمة جداً. فما هي الآثار وكيف نعالج المشكلة؟ إذا كانت كتير شديدة ممكن تؤدي لانتحار، أكيد من بعد ما يكتئب الشخص، وأثبتت الإحصاءات هيدا الشيء، إنه إذا اكتئب الطفل أو البالغ يعني المراهق ممكن يوصل لمراحل يكتئب فيها، يعني وينتحر، خلص يصدق إنه هو فاشل، وأنا ما بقى بيطلع من أمري شيء، وأنا حدا ما بقدر أوصل لمحل، ما بقدر أنجح بالحياة. فبصير ساعتها حقيقة بيعيش الشيء اللي أهله زرعوه فيه وللأسف. وبهيدا أنا هون بدي أعطيك شو لازم نعلم أولادنا هون، بلكي التبس هون بدنا نعلمهم أن إذا تعرضوا لهيدا الشيء في أربع، في جملة لازم يقولوها، وبهيدا الجملة يكون فيها أربع مهارات أساسية مطلوب يتقنوها، يعني نظرة العين، نبرة الصوت، الكلمات الحازمة، ولغة الجسد. لغة الجسد، يعني لما يحكوا إذا شخص تعرض لهم للتنمر يقولوا له أنت ما بحق لك تتعدى علي وعلى حقوقي بهيدي الطريقة، ما يخافوا مع هيدا الصوت ومع هيدا الصوت ومع هيدا التون، ويتطلعوا بنظر، مش يعني تخيلي إذا أنا هلأ خلال الحوار كل الوقت عم بتطلع لتحت ومش عم بتطلع فيك ولا عندي هيدا الثقة بنفسي، أنت بينك وبين حالك بتقولي بكسر عليك من دون ما اكزاكتلي، بتصيري أنت بدك تتنمري، بتطلعي مزبوط. نظرة دونية بتقولي هالقصص. فنحن بنعلمهم هيدا الشيء. أنا بدي أذكر قصة من واقع الحياة، كثير العالم بعد معنا 30 ثانية، كثير العالم بتحب هالأشياء. بتعرفي قصة جحا وحماره وابنه وحماره اللي كانوا مسافرين، يعني هن ورايحين مرقوا على أول مجموعة من الناس، كان الأب قاعد على الحمار والابن عم بيمشي الحمار، فبيقول له، فبيسمعوا مجموعة من الأشخاص عم بيقولوا إنه شو يشبه إنه هيدا، معقولة إنه راكب الأب أو طالع على الحمار وماشي الابن؟ فاتفقوا أخذوا القرار أنه يعكسوا الشغلة، الابن يطلع على الحمار والأب يمشي. مرقوا على مجموعة تانية من الناس قالوا أنه معقول، يعني كمان مركب يعني قاعد ابنه على الحمار وماشي هو. آخر شيء اتفقوا أنه ينزلوا اثنيناتهم على الحمار ويمشوا هيدا الحمار.
فكمان بيتفاجئوا بمجموعه ثالثه من الناس عم بيقولوا انه معقوله يعني انه ما رح نرضي حدا يعني. ما رح نرضي حدا يعني. واخر شيء حملوا الحمار ويا ريت يخلصوا من حكي الناس ومن حكي الناس. الخلاصه القائمه نعلم اولادنا هيك، نعلم اولادنا يكون عندهم هيدي يتسلحوا بالعلم، يعرفوا كيف يواجهوا اذا شخص ضربهم. بتعرفي بالذاكره الاجتماعيه عنا انه اذا شخص ضربك انت اضربه. طب شو بدك تقولي انا اذا ابني حدا شو بقول له؟ انه ايه ماما شو معقول؟ هيدا غلط. المجتمع يلي قائم شو معقول تقولي لولد عم بيتعرض؟ بتقولي له امور نفس الشيء ولا لا؟ بقول له ادفع هيدا الاذى عنك. يعني اذا شخص ركلك، شدك من شعرك، ضربك، عضك، واي عنف جسدي تعرضت له انت، يعني تفوش الشخص الاخر ودغري رجع لحدا بتوثق فيه اكبر منك بيقدر يساعدك.